أجمل حكاية. أتوجه بتحية لكل مشاهدينا ومتابعينا في هذا المشوار، فانتظار ركلة البداية وانتهاء المراسم الافتتاحية. سنتابع معا أحداث مباراة مصر ضد غانا. مساء الفل للناس الكل، معكم اليوم رؤوف خليفة التعليق على أحداث المباراة. تشكيل مباراة اليوم،
الأوراق المفقودة. إن لم يتلقى أي منه لنتابع معا أحداث الشوط الثاني من المباراة. مصر كان محظوظ في الشوط الأول بأن شباكو لم تقبل أهداف. لابد وأنه يغير الفريق من فلسفته، لأنه من المستحيل وأن تسلم الجرة في كل مرة. أكيد ستتكسر الجرة إذا بقي الوضع على ما عليه. تغيير اللعب على الريوان، يبحث عن زميل للمساندة. بنوا الهجمة بشكل رائع، لكن اللمسة الأخيرة كانت مخيبة للأمال. لم يكن بعيدا، بالتأكيد هو من اللاعبين القادرين على إحداث الفرق في كل مرة تسره الكرة. إنه مليء بالثقة والطاقة. يحاول فك دفاعات المنافس. كرة دورية
الشد وحصل على ركلة حرة. ورقة صفراء من حكم المباراة، وإذا اصفرت احمرت. مصر في 3 لاعبين منذرين ببطاقات صفراء.